إليكم موجزنا السعيد لليوم، ونتمنى دائما أن تكونوا في سعادة وأخباركم كلها سعيدة. ستاند أب كوميدي تقدمه النساء فقط، أربع كوميدينات مصريات. قدمنا أول عرض مسرحي كوميدي نسائي خالص في مصر، ويأملنا أن تعمل منصة كوميديا ست التي أنشأناها على تمكين مزيد من النساء في هذه الصناعة. والعرض يهدف لتأسيس كيان كوميدي نسائي خالص وإتاحة الفرصة لكل الكوميديين من النساء والرجال لتطوير حياتهم المهنية. اختبار سيغير قواعد اللعبة تماماً، حيث بدأت بريطانيا في اختبار بنكرياس اصطناعي على حوالي 900 مريض مصاب بداء السكري من النوع الأول. طيب ما الفكرة من هذا الاختبار؟ التقنية الجديدة يمكن أن تلغي تماماً اختبار قياس السكر التقليدي المتمثل في وخز الإصبع، كما يمكن أن تحد من خطر نوبات انخفاض السكر في الدم. وهناك مضخة تعمل تلقائياً على ضبط كمية الأنسولين المطلوبة، وهي صفحة جديدة ضمن التطورات المستمرة في ذلك المجال التي قد تمنح الأمل لملايين المصابين حول العالم. أيضا ابتكرت شركة دايسون لتقنيات الهواء سماعة رأس تعمل بتقنية البلوتوث، تستهدف سكان المدن المزدحمة الراغبين في تجنب التلوث. السماعات تأتي من بقناع بلاستيكي يتصل من الأذن إلى الأذن عبر قناع على الفم، موفرا هواء نقيا بينما يعالج في الوقت نفسه التلوث الضوضائي من خلال تقنية إلغاء الضوضاء. السماعة تجعل مرتديها يشبه شخصيات أفلام الخيال العلمي أو صورة لأحد أبطال فيلم القتال المميت مورتال كومبات. بعد أيام من قرعة كأس العالم قطر 2022، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قيمة الجوائز المالية التي ستمنح للمنتخبات المشاركة في البطولة. وأكدت التقارير أن نحو 440 مليون دولار أمريكي ستمنح للمنتخبات المشاركة في البطولة، حيث سيحصل البطل على 42 مليون دولار، فيما سيحصل الوصيف على 30 مليونا، والثالث على 27 مليونا، والرابع سيمنح 25 مليون. بعد تأجيل دام لأكثر من شهرين بسبب مخاوف من انتشار كورونا في لوس أنجلوس، عاد حفل توزيع جوائز غرامي السنوي في نسخته 64، وهذه المرة من لوس أنجلوس. جائزة أغنية العام ذهبت لأغنية Leave the Door Open لفريق سيلك سونيك. الحفل شهد بروز نجمة جديدة وهي المغنية أوليفيا رودريغو، التي فازت بثلاث جوائز غرامي أهمها أفضل مغنية صاعدة. أما النصيب الأكبر من الجوائز فذهب لعازف موسيقى الجاز جون باتيست، الذي حقق أربع جوائز أهمها جائزة أفضل فيديو موسيقى لأغنية فريدوم. الأمانة غيرت مسار حياة شاب فقير أعاد 50,000 دولار لصاحبها بعدما عثر عليها بالصدفة. الشاب الليبيري إيمانويل تولو اضطر لترك الدراسة بسبب عدم تحمل تكاليفها. عمل على دراجة نارية لنقل الركاب بالأجرة، وفي إحدى رحلاته وجد المبلغ ملقا على جانب الطريق، احتفظ به قبل أن يعيده لصاحبه الذي أعلن عن فقدانه عبر الإذاعة. الرئيس الليبيري تواصل مع الشاب ومنحه 10,000 دولار تقديرا لأمانته، كما تبرع له صاحب المبلغ ببضائع تقدر قيمتها ب1,500 دولار. أما اللفتة الأجمل في القصة فكانت من إحدى الجامعات الأمريكية التي قدمت منحة دراسية كاملة للشاب ما أن يكمل تعليمه الثانوي. صراحة بيستاهل. بيستاهل طبعا. إذن بهذا نكون وصلنا لنهاية موجزنا السعيد، ونودعكم بانتظار موجز سعيد آخر.